قال موسى لقومه يا قوم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يأت أحدا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فلولا إذ جاءهم بأسنا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون شكرا حسب بارك الله